عقب فتح مكة بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سراياه جمع سرية لإخضاع القبائل المحيطة بها وتدعوهم تلك السرايا إلى الإسلام. خلي بالك بقى، أفتح قوسين أهو وأقول دون اللجوء للقتال ومن ثم القتل، يعني مش دعوات جهاد في سبيل الدعوة بالسيف، لا، ده دعوة يا جماعة احنا عندنا الإسلام، ها خد تاخدوه. من تلك السرايا كانت سرية دعوية، تاني بقولها لك ايه، على رأسها خالد بن الوليد إلى بني جزيمة، وقد جاء خبر تلك السرية في كتاب المغازي من صحيح البخاري. طيب قال ايه صحيح البخاري؟ قال ان خالد دعاهم إلى الإسلام فعلا بني جزيمة، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، محبوش نقولوا أسلمنا كده ببساطة، ده رواية البخاري، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، صبأنا معنى الخروج عن دينهم القديم للدين الجديد، فإذا بخالد يقتل منهم بشرا ويأسر. في روايات تانية بتقول وتفيد أنهم أجابوا خالد بني جزيمة أنهم يشهدون الشهادتين، وأكدوا لخالد ومن معه بلسان واضح كما تشير تلك الروايات، لقد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها. فعندما سألهم خالد، بعض الروايات بتكمل وبتقول عن السلاح الذي في يدهم، اللي في ايديهم ايه، طب انتوا سكت السلاح ليه؟ فقالوا له ان السبب اللي دعانا الى هذا ان بيننا وبين القوم من العرب عداوه، خفنا ان تكونوا هم فاخذنا السلاح. هنا بقى امرهم خالد ان يضعوا ذلك السلاح ففعلوا واستجابوا للامر دون تردد. امال في ايه؟ امر بهم خالد فاسروا وكتفوا وامر بقتلهم، فقتل بنو سليم الذين جاءوا مع خالد من كان معهم من الاسرى، وامتنع المهاجرون والانصار. لما بلغ النبي ما حدث جاء غلام من القوم وأخبره بما فعل خالد، فقال النبي إني أبرأ مما فعل خالد. هل في عقوبة حصلت أو محاسبة أو مساءلة لخالد بن الوليد؟ التاريخ بيروح لنا ويقول لنا حكاية تانية، يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبوفد يرضي ويدفع دية من قتل من بني جزيمة، وإنه حتى دفعوا الديات، حتى دفعوا دية الإناء اللي بيشرب منه الكلب، مش عارف إزاي دي تبقى فيها دية بس مش، يعني تأكيد على الرغبة الشديدة في كسب ولاء هذه القبيلة والاعتذار لها والاعتذار منها عما فعله خالد. عقوبة لخالد، محاسبة لخالد، مساءلة لخالد، يبدو أن هذا الموضوع تأخر حتى أصبح عمر بن الخطاب أميرا للمؤمنين. رغم عظمة خالد بن الوليد إلا أن هذا مشهد كان على عين وحياة النبي، فماذا الذي حدث بعده؟